the first thing you lay your eyes on as you cross the Gamma Bridge going towards Giza is a graceful figure of a rising sphinx and a woman in a peasant's dress standing tall with her hand resting on the head of the sphinx. The overwhelming presence of the statue is emphasized by the vast open space behind it. Going towards it, one would see greenery all around until the background of the scenery is landmarked by the big famous dome of Cairo University. تمثال نهضة مصر بالفعل لما صمم، او هو انت عارفه كمان البعد الجمالي في التمثال، ان التمثال ما اتعملش للميدان، ده محمود مختار وهو في فرنسا بيعيش هناك عمل الفكره مع الحراك السياسي اللي حصل في مصر، عمل فكره للتمثال ان مصر الفتاه الفلاحه الجميله دي اللي بتحط ايديها على رمز مصري قديم اللي هو فكره ابو الهول، فكره النهضه، فكره البعث، فكره ان انا احط ايدي على التاريخ واستعيد منه مقوماتي اللي بتعني على الاداء الثوري او الحراك الثوري او التغير المجتمعي. فمختار وهو في باريس كان عنده حنين للبلد، فعمل العمل ده وشارك بيه في صالون باريس. Unlike other famous statues, the name of Nahdat Masr, or Egypt's uprising, is always associated with its sculptor Mahmoud Mukhtar, who meant it to be a symbol of modern Egypt, a nation struggling for independence and witnessing preludes to a great revolution. It was in 1917 that Mukhtar got the idea of sculpting a statue representing a strong Egypt that looks forward to the future. The 2 years that followed, he sculpted a statue half the size of the current one. And in 1920, he exhibited his opera in the annual Fine Arts Exhibition in Paris. بالمناسبة تمثال نهضة مصر متهم بأنه رغم استلهامه للحضارة المصرية القديمة إلا أنه محاكاة للنحت الفرنسي الحديث. ده كلام كذب. شهادة النقاد الفرنسيين جميعا على هذا التمثال لما عرض في صالون باريس وهو سكيز، أن قالوا أن كل النحاتين الغرب اللي جايين من بره باريس أعادوا إنتاج النحت الفرنسي إلا هذا الفتى الأسمر القادم من القاهرة الذي أتى بحضارة بلاده لكي يصفعنا هنا. The statue was originally placed in the main railway station of Cairo, Bab al-Hadid, before it went to its current place in 1955. Thank you.
The famous statue of King Ramses II was placed in Bab al-Hadid instead. لماذا وضع تمثال نهضة مصر واختير له يبقى في باب الحديد؟ لأن باب الحديد ده أو محطة السكة الحديد الأساسية بتاعت مصر هو بوابة القاهرة الداخل إلى القاهرة من إبلي ومن بحري هيخرج يشوف التمثال. هي كانت بوابة الدخول الرئيسية للقاهرة. وبالتالي فكان ده المكان النموذجي أي حد جاي من أي حتة في مصر. بالمناسبة في نقطة تانية ما حدش يعرفها، إن كان باب الحديد ده هو ميناء مصر. بمعنى ايه؟ ان كان انت تسافري اوروبا بالسكه الحديد، وتسافري تحجي بالسكه الحديد، وتسافري الحجاز بالسكه الحديد، تسافري الشام بالسكه الحديد، لان ما كانش في اسرائيل. البعد كمان الجمالي للعمل، ان العمل نابع من 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 فكر الفنان، بالتالي العمل ابداعيا هو عمل مكتمل السياق في اطار التشكيل، لانه نفذ ما كانش بغرض انه يتكبر في ميدان. لما جت المعالجه تتم انه يتكبر في ميدان واستقروا على باب الحديد، طبعا الحيز الفراغي هنا كان في معماري مع مختار، لابد ان يكون في حد معماري، حد فاهم في تخطيط الميادين عشان يشوف التمثال ده وضعيته ازاي، زوايا الرؤيه اللي بتكلم عليها حضرتك ازاي، الضوء عليه المتغير ازاي، استقباله للضوء الصبح غير استقباله للضوء اخر النهار، غير استقباله للضوء الصناعي. فأكيد في يعني دراسات تمت من قبل معماريين ومخططين بالإضافة لمختار. To Cairo, he became among the first students to enroll in the newly established School of Fine Arts in 1908. And in 1911, and after having excelled as a fine arts student, he moved to Paris to pursue his studies in the École des Beaux-Arts. His most famous opera, The Uprising of Egypt, is made of several blocks of pink granite. It's 7 meters high and 8 meters wide at the base. حزب الوفد لم يدعو لإقامة تمثال نهضة مصر. اللي دعا لإقامة تمثال نهضة مصر هو الحزب الوطني المصري القديم، اللي كان في اللي كان مؤسسه مصطفى كامل، كان لأن أمين الرفعي هو اللي كتب المقالات، هو اللي دعا للكتاب وفتح باب الكتاب، وكانت الفلوس بتيجي إلى جريدة الأخبار. من ضمن الـ 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 الأسماء الظريفة جدا اللي تبرعت 4 ملايين من واحد اسمه شحات، مش اسمه هو شحات، شحات من طنطا، يعني اتبرع ب4 مليون. الناس افتكرت ان اسمه شحات محمد، لكن هو اسمه محمد الشحات، يعني الشحات بيشتغل شحات. فلما تغيرت الدنيا وبدا يتنقل لمكانه الحالي اللي هو قدام جامعه القاهره في التقاطع، طبعا اكيد تم اختزال، وانا اعرف المعلومه دي كويس قوي، تم اختزال جزء كبير جدا من قاعدته.
ارتفاعها، سواء كان الارتفاع او الحيز البلان بتاعها اللي هو الحيز الافقي بتاعها، اختزل جزء كبير جدا من قاعده مختار. بالتالي تم تشويه، لان حضرتك لما تشوفي تمثال نهضه مصر، الرصيف برادوره الرصيف مباشره على القاعده، فاحنا حضرتك احنا بنهين تراثنا. The Egyptian woman peasant is not depicted only in the uprising of Egypt. It is the subject of many of Mokhtar's work. محمود مختار الحقيقة من الناس اللي هضموا التراث الشعبي كويس قوي والمصري القديم كويس قوي، وخصوصا لما طلع يكمل دراسته بره في باريس بعد ما خلص فنون جميلة في القاهرة. كان عنده دايما حنين تجاه وطنه وتجاه البلد، فلذلك هتلاقي أعماله حضرتك كلها بتدور حوالين الفلاحة والمناخ المصري. يعني أعماله طبعا عن الفلاحة المصرية من روائع الأعمال النحت العالمية. Egyptians see their beloved country as a woman, a hard-working and a proud mother. As a fallaha, hence the woman peasant became a symbol of Egypt. Mokhtar's name will be remembered for eternity, for he was able to revive the craft of the ancestors, adding a genuine modern Egyptian touch. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأغرام في ثالث الدهر يمنعون الكلام.